منذ قدومه في أوائل عام 2016 لم يكن الشاب معروفاً لدى قاطني منطقة العمارة في إمبابة، واقتصر ظهوره على تبادل السلام مع بعض الجيران في رحلة ذهابه وعودته من العمل، لكنه بات حديث الساعة مساء السبت الماضي 12 سبتمبر 2018 بعد العثور عليه مذبوحاً داخل شقته. داخل شارع الحرية الضيق يقع في منتصفه عقارا سكنيا مكون من 4 طوابق بالإضافة إلى الأرضي. حضر الشاب للإقامة في إحدى شقتي الطابق الثالث، استأجرها لتكون مستقرا له وأسرته، والدته وشقيقاته البنات، خاصة لقربها من محل عمله كفني لصيانة الحاسب الآلي في إمبابة. بمرور الأيام والشهور خف الحمل عن كاهل الشاب صاحب البشرة السمراء بعد زواج شقيقاته ليبدأ مرحلة جديدة في حياته التي كرسها للإطمئنان على مستقبلهن. فجاءت البداية مختلفة بعض الشيء بتبادل النظرات والكلام المعسول مع جارته التي انجذبت له في غضون فترة قصيرة، خاصة مع غياب زوجها لفترات طويلة خارج المنزل وعلى مدار عدة أشهر. تطورت العلاقة بين الشاب الشهير بعبقرينه وجارته التي تكبره بنحو 5 أعوام، فكانت تتردد على منزله، حتى أن البعض بدأ يزعم أنهما متزوجان عرفيا، إلا أن خلافات دبت في علاقة السيدة والشاب. ولم يكتفي صاحب 35 سنة بما آلت إليه الأمور، فسرعان ما وقعت عينه على ابنة عشيقته والتي تبلغ من العمر 17 سنة. وحاول عبقرين التقرب للفتاة القاصر وتبادل الحديث معها ذهابا وإيابا، وبدأ في نصب شباك الحب والغرام عليها بطريقة مماثلة لما فعله مع والدتها. رويدا رويدا أخذت العلاقة منعطفا جديدا مفروج بوعود الشاب لمحبوبته بالتقدم لخطبتها فور إتمام دراستها، ووصل الأمر لترددها على شقته في غياب والدته العجوز التي تخرج في الساعات الأولى من الصباح وتعود مساء. إلا أن الفتاة لم تفقد عذريتها رغم أن لقاءاتهما لم تخلي من الملاطفة والمداعبة الجنسية. نهاية الأسبوع الماضي أخبرت الفتاة والدتها أنها ستذهب لأحد مراكز التعليمية لحضور درس خصوصي، فطالبتها الأم ذات 40 سنة بالعودة مبكرا منعا لغضب الأب. ومع تأخر الوقت بادر الأب بسؤال زوجته هي بنتك فين لحد دلوقتي، فأخبرته أنها في طريق العودة، لكن كلماتها لم تلقى قبولا لدى الزوج الذي أخرج هاتفه وحاول الاتصال بها ليجده مغلقا. حضور الفتاة متأخرا حمل علامات استفهام لدى والديها، خاصة أن جوابها جاء أكثر غرابة بإرجاعها تأخرا في العودة للمنزل لفقدانها حقيبتها وهاتفها بالداخل، وأنها ظلت تبحث عنهما لتقودا قدماها في النهاية إلى منزلها بعدما باءت محاولتها بالفشل، لتنهي جلسة الاستجواب بخلودها للنوم بينما مكث والداها لبحث الأمر سويا، خاصة أن تصرفات ابنتهما مؤخرا يشوبها بعض الغموض. صباح اليوم التالي تبادلت الأم طرف الحديث مع جارتها حول أحوال المنطقة، لتطالبها الجارة بضرورة متابعة تصرفات ابنتها والوقوف على خط سيرها. كلمات الجارة أثارت شكوك الأم لترجوها بتوضيح الأمر. بنتك بشوفها خارجة من شقة جاركم لتتسمر في موضعها فاقدة القدرة على النطق والحركة معا. حمم بركانية بدأت تتدفق داخل الأم التي قررت الانتقام من الشاب الذي أوقعها وابنتاه في شباكه، فاستجوبت ابنتها التي ترددت في الجواب مما زاد شكوكها نحو علاقة الفتاة بعشيقها السابق، فأخبرت زوجها سبب تأخر ابنتهما تلك الليلة ليجن جنونه ويقرر تصفية الأمور على طريقته. بالعودة إلى منطقة العمارة المعروفة لاحظ عبدالله مصطفى، اسم مستعار،
ظهور جاره عبقرين ملفت للنظر على غير العادة 10 أيام ورا بعض. بقينا بنشوفه فيها كتير، كلنا استغربنا. يقول الجار الذي يعمل فرد أمن إداري أنهم لم يحاولوا سؤاله والاطمئنان عليه، محدش كان له اختلاط معاه جامد. التاسعة مساء السبت الماضي، حضرت والدة عبقرينو من عملية حاملة أكياس الطعام. طرقت الباب مرات عدة دون إجابة لتخرج مفتاحها الخاص لتدخل إلى الشقة، ثم أطلقت بعدها صرخات استغاثة تجمع عليها الجيران: الحقوني، ابني مذبوح. في غضون دقائق قليلة اكتظت المنطقة برجال الشرطة الذين انقسموا إلى فريقين، الأول يعاين جثة الشاب والثاني يحول دون اقتراب أحد من مسرح الجريمة، لحين وصول فريق من النيابة العامة والمعمل الجنائي. إلا أن صرخات الأم انخلعت لها قلوب الحاضرين: هتسيبني لوحدي يا ابني؟ ده أنا كنت جايبه لك الأكل يا ضنايا. وكشفت معاينة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة أن الجثة لشاب مسجات على ظهرها بجوار سرير غرفة النوم مرتديا ملابسه، وبها آثار جرح ذبحي بالرقبة وطعن في القلب، بينما انتشر رجال المباحث بقيادة المقدم أمثل حرحش وكيل الفرقة لجمع المعلومات. طوال 120 دقيقة حرص المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة على سماع أقوال الجيران وفحص كاميرات المراقبة للمحلات التجارية المجاورة للعقار محل الواقعة، بينما عمد معاونوه للوقوف على علاقات المجني عليه والوقوف على وجود عدوات له قد ترقى للقتل. المعاينة أثبتت سلامة كافة المنافذ، عدم وجود بعثرة في محتوياتها، الأمر الذي يشير إلى أن الدافع هو الانتقام. مع نقل الجثة للمشرحة عاد الهدوء للمنطقة المكتظة بالسكان وسط أسئلة عن هوية المجني عليه الذي كان مقتله بمثابة بطاقة التعريف بينه وبين بعض الجيران، بينما حاول بعضهم تهدئة الأم المكلومة التي خارت قواها من هول الفاجعة. ساعات قليلة مرت على اكتشاف الجريمة، توصلت جهود البحث والتحري لطرف الخيط أن المجني عليه كان على علاقة عاطفية بجارته في الطابق الثاني، وأن مشادة كلامية وقعت بينهما مؤخرا، الأمر الذي أكده شهود عيان. وفي اليوم التالي أصار صوت سرينة سيارة الشرطة التي توقفت أمام نفس العقار اهتمام قاتن المنطقة، لتتوالى المفاجآت بنزول الجارة واستقلالها السيارة مع قوات الأمن، مع محاولات لدى البعض في فهم السبب: إحنا مشتبهين إنها متورطة في جريمة القتل بتاعت إمبارح. لم تجد الجارة مفر من الاعتراف مع مواجهاتها. بتحريات المباحث وأقوال الجيران لتروي تفاصيل الجريمة أن زوجها استعان بأحد أقاربه لقتل الضحية انتقاما للشرف، لافتة إلى أنه طلب منها طرق باب شقته بزعم طلبها الحديث معه في موضوع هام، بينما تمكن المتهمان من الدخول ومباغتة عبقرينه وطرحه على الأرض، وسدد أحدهما له طعن نافذة في القلب والثاني ذبحه وفر هاربين. ووجه اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة ضبط المتهمين، وتمكنت مأمورية بقيادة المقدم أمثل حرحش والمقدم محمد ربيع ومعاونيه من ضبط الأب مختبئا لدى أحد أقاربه خارج محافظة الجيزة والإيقاع بشريك له في إحدى المناطق بالمحافظة. وأكد المتهمون الثلاثة صحة التحريات وارتكابهم الواقعة، في الوقت الذي أكدت الزوجة عثورهم على حقيبة ابنتها بشقة المجني عليه، بينما اكتفى الأب بالصمت رافضا الحديث، خاصة بعدما اكتشف خيانة زوجته له مع الشاب نفسه، وتم اصطحابهم وسط حراسة أمنية مشددة لإجراء المعاينة التصويرية وإسدال الستار على الجريمة التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية، وأحالت القضية للنيابة للتحقيق. ده عبقرينه، الله يرحمه.